السعودية تفضح الزبيدي بتسجيل مصور، شاهد ماذا قال فيه وهو مكسور الجناح. تفاصيل قتيلة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. نشرت صحيفة سعودية تصريحات مصورة لرئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي كشفت تنازل الزبيدي عن مطالب الانفصال وغيرها من المطالب ما شكل صدمة لأنصار الانتقالي. التصريح المصور الذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط تحدث بلغة مختلفة وعبارات تشيب انقلاب كبير في موقف الزبيدي، موجها حديثه لأبناء شعبنا اليمني على حد قوله، وطمأنهم فيها بالمضي في العملية السياسية في عموم اليمن، معتبرا خريطة الطريق التي تقودها السعودية ستحمل كل حقوق الشعب حسب قوله. في مجلس القيادة الرئاسي قوة فاعلة وعلى الأرض، وهي حليفة مع المجلس التحالف العربي الذي تقود يعني العمليات العسكرية والإنسانية والسياسية في اليمن، ونحن متفقين معهم على كل يعني البرامج وخارطة الطريق إن شاء الله القادمة للعملية السياسية الشاملة في اليمن، ونحن متفقين وعلى قلب رجل واحد. نحن نطمن شعبنا اليمني بشكل عام وأبناء الشعب الجنوبي بشكل خاص إننا ماضون، وأن العملية السياسية الشاملة ستمضي، وخارطة الطريق الذي تقودها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأن هذا الخارطة ستحمل كل هموم ومشاكل الشعب والوطن، وفي مقدمة طبعا قضية شعب الجنوب الذي سيؤسس له إطار تفاوضي في إطار المفاوضات الشاملة التي تجري في العام القادم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.